اللقاء ديال اليوم لتنظيم حزب العدالة. فالحزب عندنا واحد الهيئة اللي هي هيئة ديال الأطر كتشتغل باستمرار على مجموعة ديال المواضيع، ولكن التنظيم هو ديال حزب العدالة الوطنية. وهذا الحزب قرر هذا الندوة من بعد الصدور ديال تقرير ديال مجلس المنافسة حول الموضوع ديال المحروق. السبب بسيط، وأول نقطة قبل كل شيء، هذا الحزب تيتعامل وتيبغي يتعامل وتيخصو يتعامل مع السياسة كسياسة. حنا ماشي منظمة ثورية ولا يعني عندنا إشكاليات مرتبطة بالمؤسسات، ولا المؤسسات هي المؤسسات، وحنا كنعملوا في الإطار ديال الدستور، في الإطار ديال المؤسسات، وكنتعاملوا معها على هذا الأساس. ومن هنا فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار، لأن كاين اللي كيقول لك هادشي كله ما عنده أهمية، كلشي مزور، كلشي ماشي يعني دقيق وماشي صحيح، وغير الاستهلاك الداخلي وغير اللي ملء الوقت وغير اللي تأتيت الفضاء. لا، هادشي أول بعدا ماشي صحيح. حنا اللي كنشتغلوا في السياسة على الأقل منذ 92 يعني بصفة مباشرة من خلال الحزب، الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ديال اللي أسسو الدكتور الخطيب رحمه الله، واللي غير الاسم ديالو باش يولي حزب العدالة والتنمية في 98 أظن. يعني من هذاك الوقت لدابا حنا متأكدين وعارفين بلي السياسة في المغرب سياسة، ما هيش سياسة يعني ديمقراطية 100% كل شيء فيها صحيح ودقيق وإلى آخره، وما هيش سياسة يعني مغشوشة ولا سياسة يعني مزورة 100% ولا لا، هي سياسة خاصة بالمغرب لنقول أنها سياسة ديمقراطية فيها نوع من التحكم. هي هذه الخلاصة التي وصلت إليها بعد هذا العمر الطويل. وهذه السياسة هذه فيها إذا شئنا أن نقول فيها إمكانيات وفرص للتصحيح والنقد والإصلاح كما أنه يعني كذلك تقع فيها تعسفات و يعني إشكاليات من هذا القبيل. فالحزب العدالة والتنمية كيمارس السياسة في هذا الإطار، ولكن وصلنا لواحد القناعة أنه آن الأوان لدولتنا ولمؤسساتنا ولأحزابنا السياسية أنهم يعني يأخذوا الأمور بجد ويتعاملوا مع هذا الشعب ومع هذا الوطن ومع هذه الأحزاب ومع هذه المؤسسات يعني الحقيقة دائما. بحال اللي كان كيقول السي المهدي بن بركة رحمه الله، السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة. يكون الانتخابات انتخابات والنتائج ديالها نتائج، ويكون يعني المؤسسات اللي عندها الحرية تكون عندها حرية حقيقية، وتكون الأحزاب عندها مصداقية. هذا هو اللي بغينا نقولوا، حيت بالطرق الأخرى نسير بطريقة إيجابية نتعثر، شي مرة لا قدر الله نقع. هل نقوم حين نقع أو لا نقوم لا ندري، لحد الآن نقوم الحمد لله، ولكن إلا استمرينا بهالطريقة هذه اللي كل مرة شنو فيها، يمكن شي نهار لا قدر الله سنتعطر ولا نستطيع أن نقوم، وهذا نحن لا نريده لبلادنا. بطبيعة الحال كاين مسائل أساسية كتمشى في إطار هذه الدولة، وهذه المسائل الأساسية خصنا نضمنوا لها بعد الله سبحانه وتعالى بالأساليب ديالنا البشرية، خصنا نضمنوا لها الاستمرارية ونضمنوا لها يعني لابيرينيتي، ماشي الدوام لله ولكن الاستمرارية. فهمتي؟ فهذا الضمان خصو يكون عبر القانون، وخصو يكون عبر الوسائل القانونية، وهكذا
كل واحد غادي الى دابا في المغرب الى جيتي تتكلم مع الناس اللي تكلمتي معاه، اللي قلتي له الانتخابات يقول لك مزوره، اللي قلتي له الثروه يقول لك الريح، اللي قلتي له الثروه يقول لك الصفقات اللي ما كتخضعش للقواعد ديال التنافسيه، اللي قلتي له الخدمه يقول لك حيت كتخدم حيت باك صاحبي، اللي تيتخربق الراس ديال المواطن. لان هذه الاساليب هذه ماشي مشكلتها انها سيئه او لا اخلاقيه، مشكلتها انها لا تستطيع ان تضبط القواعد التي تضبطها. كل واحد كيفاش تيبقى يجتهد، فهمتي؟ دابا كيمكن واحد الولد في واحد الاسره تقول له قرا، يقول لك عمي علاش غادي نقرا، ولا با علاش غادي نقرا، القرايه ماشي هي اللي وصلت فلان واللي وصلت فلان اللي كانوا من جاهل في المجتمع، ولا عندهم وظائف صغيره وبين عايشين وضحى، اصبحوا رؤساء لاحزاب او وزراء او لست ادري ماذا، او اصبحوا يعني رؤساء يعني جماعات محليه، او اصبحوا اثرياء، او اصبحوا. هذا هو المشكل ديالنا رقم واحد. وهذا الشيء هذا تنظن انا، لانه الحمد لله حنا دائما تنقول لك كلام المغرب هو المغرب، والمغرب راه راسه عالي بين الدول والشعوب والامم، خصوصا اللي كتشبه له اذا العربيه والاسلاميه، خصوصا العربيه. ولكن مع ذلك ولم ارى في الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال. حنايا يعني امه تستحق ان تكون في مقدمه الامم على الاقل التي تشبهها، وهي الان تقريبا في هذا الوضع. ولكن تنبغيو نكونوا مطمئنين، وباش نكونوا مطمئنين خص هذا الشيء، وباش يكون هذا الشيء هذا خص المواطنين يبذلوا مجهود، ولكن كيخص الدوله تبذل المجهود. الدوله خصها تبذل المجهود، لان الدوله عندها الاساليب وعندها الوسائل وعندها الامكانيات وعندها التشريع الذي به تستطيع ان تضبط الحقيقه وتضمنها. وما عندنا في المغرب الحمد لله حتى شي حاجه علاش نخاف. واي واحد كيهدد البنيه ولا كيهدد التوازن ولا كيهدد شي مؤسسه ولا كيهدد الدستور ولا، حنا مستعدين باش نواجهوه. ففي هذا الاطار اولا وقبل كل شيء، هذه وثيقه صدرت على مؤسسه دستوريه، فهمتيني ولا لا؟ على مؤسسه دستوريه ورسميه ومحترمه، ويترأسها شخص نعرفه شخصيا ونعرف كفاءته ونعرف استقامته. على كل حال حنايا المرحله داك الشيء اللي عرفنا عليه في الوقت اللي كنا في رئاسه الحكومه، وكنا كيوقع بيننا اتصالات سرحوا، كلها كانت يعني 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 انطباعات جيده. اولا، ثانيا، هذه القضيه هذه ديال المحروقات متعلقه باشكال، اشكال اللي مرتبط بواحد القرار سياسي اللي اتخذته الحكومه اللي كنت كنترأسها، فهمتيني ولا لا؟ وهو هذه الحقيقه، ان هذا القرار السياسي جاء بمبادره مني انا شخصيا وموافقه الحكومه بطبيعه الحال، اللي هو التحرير ديال الثمن ديال المحروقات. التحرير الذي ادينا عليه الثمن خلال سنوات طويله ظلما وعدوانا من قبل جهات مغرضه ان لم تكن يعني مكلفه بهذا، باش يقولوا سي عبد الاله زاد على الناس الى اخره، كما تعلمون انه يمكن في اقصى الدرجات اللي كان اللي في الوقت ديالي ربما البترول ليسونس ما كانش كيوصل ل 10 ولا 11 ولا 12 ولا 13 درهم، والمازوت كان ما تيوصلش 9 درهم، وانا ملي مشيت كان المازوت كيتباع 7 درهم لو كنت باقي كنتذكر، وليسونس كان كيتباع ب 9 ولا 10 ديال الدراهم. اول مره كنتذكر في الوقت ديالي هبط ليسونس على 10 ديال الدراهم. طيب دابا الحمد لله جا السي عزيز اخنوش، وقبل منه جا السي عزيز اخنوش وقبل منه السي القجع ولا من بعد منه ما عرفتش، تيقولوا واخا كان خاصهم يقولوا غير شويه ديال الصواب، يقولوا تنشكروا الحكومه ديال السي الكيران اللي دارت هذا التحرير ديال المحروقات، والا كون رحنا دابا الميزانيه ديالنا مثقوبه. هذه الميزانيه ديالنا مثقوبه قالوا كون ماشي كون كانت يعني الى ردينا التحرير الى ردينا الدعم ديال المحروقات غادي تكون الميزانيه مثقوبه. وقال لهم القجع قال لهم لو كان ما يكونش الدعم كون رحنا دابا ما كاينش الاستثمار وما كاينش الصحه وما كاينش التعليم.
تقول لا، وكيتكلم على 87 مليار ديال الدرهم، الناس تيقولوا ربما غنحتاجوا 100 مليار ديال الدرهم اللي كنا هذا الدعم اللي كنا كنخلصوه شويه ديال الصواب. لو كان كان شويه ديال الصواب يقولوا الله يرحم السي عبد الاله بن كيران وخا باقي حي، راه ما كاين حتى مشكل، الا رحمني الله انا حي ما عندي حتى مشكل، بكل فرح فهمتيني ولا. يعني قال لك شي واحد كيدير شي عرض وقال لهم قال المصنف رحمه الله، ناض واحد قال له راه انا هو اللي كتب ذاك الكتاب انا باقي حي، قال لي واه واش كاين شي مصنف حي؟ فهي هذه ديالي انا دابا، هادو ما كيتسناو كي تموت عاد يقول له السي عبد الاله رحمه الله، وما تعرف حتى ديك الساعه غتكون مزيانه فهمتي. فديك الساعات غنقول لكم ما نقولوهاش لانه هو غادي يطلع الشعبيه ديالو بصفته ميتا. المهم هاد النكات كيفهمهم غير العدل والتنبيه على غير السي بواسير فهمتي. ف كان داروا شويه ديال الصوار وقالوا يا ودي الله يجزيهم بخير تيقولوا لا خوان ديال العدل والتنبيه هما اللي داروا التحرير. شو وقع؟ اللي وقع هو انه كأي شيء طبيعي وبحال اللي وقع في التحرير ديال واحد العدد ديال المواد منها الزيت ديال المائدة الويل دو طابل اللي هي الزيت الرومية ديال الباربة، ملي ترفع عليها الدعم نقص الثمن. نقص الثمن علاش؟ لأنه كانت المنافسة. احنا بصراحة ما ضنيناش وما جاناش للبال وما كنظنش كاين شي واحد يعني غادي يدير التحرير وكيتخيل أن الناس ما غاديش يديروا المنافسة، هذا زعما ما مستبعد. انا نقول لكم بكل صراحه انا هذا الشيء هذا ما جانيش حتى البال، ما تخيلش انه ما غتكونش المنافسه. فاللي وقع هو انه من بعد التحرير يبدو ما قدرناش نحكموا حنا، يبدو انه وقع نوع من التواطؤ بشكل او باخر بين المكونات الاساسيه ديال التوزيع ديال المحروقات في البلاد. احنا ماشي حررنا غير البترول غير ليسونس والمازوت، حررنا الفيول وحررنا كتسمعوني ياك نتوما كتسمعوني صافي. فحررنا كل المحروقات ما عدا الغاز، الغاز هو مع الاسف هذا كنظن يعني الى حد الان راه باقي مطروح وما تنظنش غادي نهار. فيبدو انه الربح الرسمي ماشي الربح الحقيقي، الربح الرسمي اللي كان هو حوالي 60 سنتيم في اللتر. ملي خرجت انا من الحكومه ربما الارباح اللي علنات عليها الشركات كان هو 2 دراهم ديال، بمعنى اخر ان الحكومه يعني ان الشركات ربحات واحد الارباح اضافيه مهوله. تنشوف الناس تيقولوا مهوله، ما عرفتش مهوله واش حاولت، هي مهوله فهمتيني. فهاد تكلمت الصحافه والسي بوانو ترأس واحد الجنه ديال تقصي الحقائق هذه مهمه استطلاعيه، انا عمري ما ضبطت هاد الاسماء، مهمه استطلاعيه اللي مشات كتبحث في هاد الشيء هذا من بعد الضجه اللي دارت، وتكلمت على 17 مليار ديال الدرهم. وصحيفة فرنكوفونية محترمة خرجت حتى هي بعد ما دارت واحد الدراسة حقيقية كتقول 17 مليار ديال الدرهم. وبالمناسبة المديرة اللي شرفات على الجريدة في ذاك الوقت ما تلاتش في ديك الجريدة ولا مشات في حالتها كاع أصلا. فحنايا تنقولوا شنو وقع لهاد 17 مليار ديال الدرهم؟ واش كاينة واش ما كايناش؟ واش ربح حقيقي؟ واش مستحق؟ واش ماشي مستحق؟ ما نتكلمش على انه من بعد جا كلام على 38 مليار ديال الدرهم، على 38 مليار ديال الدرهم. فحنايا كحزب سياسي هاد القضيه هذه ديال المحروقات بقات كتمشي وتجي، ودوخات لنا واحد شويه الراس ودوخات للمغاربه كلهم الراس. ولكن كيظهر في السياسه انه الا تسنيتي واحد شويه الناس كينساو نفوتوا. لا ما تنساوش حنا حزب سياسي يعني يشتغل في اطار المؤسسات لوياليست، يعني وفي لا لوياليست هي وفي ربما انت لا يعني تيشتغل في اطار القانون مالكي، باش نقولها للمره الالف بعد المئه او المئه بعد الالف، وغنبقى نقولها لا. ولكن
كاين شي حوايج ما صالحين ليناش في المغرب. وعلى كل حال حتى الا كانوا صلحوا شي وقت اللي كان فيه النزاع على المشروعيه ديال النظام ما بقى عندهم الان حتى شي معنى الا اذا كان الاستفاده ديال بعض الجهات، وهذه الاستفاده غير مشروعه وغير معقوله وفي هذا الوقت بالخصوص، باش نكونوا زعما واضحين. ولهذا حنايا قلنا ارا نشوفوا هذا التقرير هذا اللي خرجت هذه الهيئه المحترمه، نشوفوا الخلاصات الاساسيه باش نتجنبوا في المستقبل هذا الشيء هذا ما يوقع شيء. يعني المبادره جات هكذا، تكلفوا الاخوان ديال 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 المنتدى باش يوجدوا معرض في الموضوع، تكلف الاخ السيبوانو باعتباره هو اللي كان الرئيس وباعتباره رئيس ديال 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 المجموعه النيابيه المحترمه نتينا لا، وتكلف السيد ادريس الازمي حفظه الله كما نسال الله ان يحفظكم جميعا ويحفظهم جميعا نتينا لا، باش يعمل واحد 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 خلاصه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فهذا هو السبب ديال الدعوه او ديال هذه الندوه هذه. وحزب العداله والتنميه ما عولش يوقف في هذه الندوه، هو اللي يعني يقوم الواجب في مختلف المراحل اللي جاي اللي حاضره واللي جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم، لانه تنشعروا باللي الدور ديالنا ماشي هو ننجحوا في الانتخابات، وان كنا حنا بطبيعه الحال باغيين ننجحوا في الانتخابات المقبله، ولكن الانتخابات المقبله باقي بيننا وبينها 5 سنوات، ولكن واخا 5 سنوات راه الانتخابات ما كتوجد شيء عشيه الانتخابات، راه كتوجد من قبل. ف يعني بغينا المواطنين يهتموا، بغينا المواطنين يهتموا بالشأن ديالهم السياسي ويبداو يعطيو اهميه للكلام اللي كيصدر في المؤسسات ديالهم ويفهموه، ولا كانت شي حاجه ماشي هذيك ينتقدوها ويحتجوا عليها لانها ماشي هذيك. اما هذا النوع ديال الانسان ما كيديها حتى في شي حاجه وكينتظر ربما شي نهار تقرب باش عاد ديك الساعه يعبر على الراي ديالو، بطبيعه الحال ماشي معقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.